دكتور أستاذ مضر حمادي، إذا ما ذهبنا، ماذا قال محمود الأفندي الآن؟ قال أنه كيف من الممكن أن تتهم روسيا بتسريب أو ضرب محطة نووية وتسريب إشعاعي في أرض أو في محطة نووية خاضعة الآن تحت الوجود الروسي، وأول من ستضر روسيا والجنود الروس، كيف يكون هذا التسريب منطقيا؟ حياكم الله وبارك الله بكم أخي الكريم. اليوم نحن أمام عدوان وإرهاب دولي منظم من قبل روسيا على الشعب الأوكراني وعلى دولة أوكرانيا. روسيا حقيقة هي نشطت في السنوات الأخيرة وبسبب الحكم الأمني والعسكري من قبل بوتين وزمرته، هم ارتكبوا جرائم ومجازر مروعة بحق الشعب السوري، وحاليا يرتكبون كذلك مجازر وجرائم مروعة بحق الشعب الأوكراني. وهم حاليا قاموا بتدمير الجزء الأكبر من أوكرانيا، قاموا بتهجير أكثر من 4 إلى 6 مليون أوكراني من أراضيهم التي تقع تحت سيطرة الروس، كذلك قاموا باقتطاع مساحات واسعة من أوكرانيا وأصبحت حاليا تحت سيطرة الروس. روسيا تمارس الإرهاب الدولي في أوكرانيا، وهي التي قامت بتدمير السد على واحد من أكبر السدود في أوكرانيا، كذلك قامت بتدمير مدن وبلدات كبيرة وكثيرة في أوكرانيا. لا شك بأن أوكرانيا حاليا هي تتخوف من قيام روسيا أو الجيش الروسي بتفجير محطة زاباروجا. وحقيقة أنا كنت في الفترة الماضية وفي السنوات الماضية في أوكرانيا واطلعت على الواقع الأوكراني بشكل كامل وبشكل كبير جدا، لاحظت مدى حالة العداء بين الروس وبين الأوكران. الأوكران يريدون بناء دولة ديمقراطية، دولة حرة، ولكن دعنا نكون موضوعيين.